سودانيين في مؤتمر المليار متابع بدبي. تعال نشوف بيقدموا شنو. أنا بقدم محتويات متنوعة. أنا كنت طبعا مدربة سباحة، ناهيك إنه أنا طبيبة متخصصة في مجالات متعينة في حاجات بتخص إنه كيف الزول يقدر يستمتع بحياته، وبقدم حاجات عن جمالنا السوداني. المحتوى ده عن الانمي وون بيس ودراغون بول وون بيس عمك والحياة السمحة دي يا اخوانا. اذا بدو احضر انمي يمزح مني، اذا بدو احضر انمي تعال قريب. انا اسفة البدوي ولعبت كرة سلة، بس الحاجة اللي خلتني انه انا اصل المرحلة دي الشعر. كنت دائما بكتب شعر وكسبت جائزة مع البي بي سي. عن الوعي والكلام زي ده والصحة النفسية ويعني حاجات كثيرة شديد بنفي الباب الكبير ده كله. اسمي عمر، طبعا انا من مواليد الامارات، مولود هنا، عمري 25 سنة، شغال بزنس الماركتنج ديفلوبمنت لتيم اسمه ابطال 360، مينلي فوكس اون جيمنج، وعموما يعني في الجيمنج اندستري. اوكي، محتواي انا عن الويلنس، المنتال هيلث والتطوير في الجانب المهني. لايك وفولو وانتظرونا في بارت 2 تغطية المؤتمر.